عسلامة الولاد ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم باش نحكي لكم على سمارت واتش جديدة خرجتها شركة هواوي اللي هي الهواوي واتش جي دي 2. كالعادة قبل ما نبداو نحكيو في التفاصيل نتاع المونجيلا يجيو نعملو الانبوكسينغ مع بعضنا. دونك كيما تشوفوا المونجيلا تجينا في كارتون ريجيد ياسر محلاه وياسر مزيان على الاخر اون ديري كادو ولا مونجيلا لوكسيوز. الكارتون من داخل لي تري بيان بريزونتي ودايوغ مقسم لدو كومبارتيمون. Compartiment principal n'a pas le manguel, il est très très bien protégé. Ou deuxième compartiment n'a pas le chargeur ou le câble ou le manuel d'utilisation. Mais il y a des choses de déballage. Je ne sais pas si vous avez déjà un team qui a le manguel ou un testifier. Juste à la chatter, habite, ou que vous avez une vidéo, vous avez une idée de ce que vous avez fait le manguel ou donc j'arrête de faire un manguel ou un باش كي نحكي لكم عليها نعرف شنو نحكي بالضبط ونكون متاكد من معلوماتي. بون بالنسبه للسبيكس نتاع المونجيلا مش باش نحكي عليهم برشا، تنجموا تلقاهم في السيت اوفيسيال نتاع هواوي. توا يجيو نحكيو في السانتي ونحكي لكم على تجربتي الشخصيه مع المونجيلا هذه. الوغ هذه هي المونجيلا كما تشوفوها محليها على الاخر. من اللوطه نلقاو لي دو بين دو شارجمون، فما لي كابتور نتاع الفريكونس كاردياك. من الكوتي اللي على اليسار هوني فما الميكرو، ومن الكوتي اللي على اليمين فما لو بارلور، وهوني فما دو بوتون دو فونكسيون. البوتون لوتاني بروغرامابل، نجم تحط فيه الفونكسيون اللي تحب عليها من البارامترابل من لابليكاسيون. في الكام تاعي انا حاطو بوغ افيشي لي نوتيفيكاسيون، والبوتون الفوقاني بوغ اكسيدي المنيو ولي فونكسيوناليتي نتاع المونجيلا الكل. كي نجبدو من فوق تعطينا لي راكورسي نتاع المونجيلا، ومن اللوطا هكا لي نوتيفيكاسيون. على اليسار دي بري ريغلاج و لي زابليكاسيون اللي نستعملو فيهم الأكثرية. لي واتش فيس نجمو نبدلوهم فاسيلمون من المونجيلا. المونجيلا دونك فيها ميكرو و هوبارلور انتيغري، و الفونكسيوناليتي هذيا إلي تخي زوتيل. نجم تستعملها سوا بور باسي ان كود فيل، يعني تنجم تستعمل المونجيلا ككيت مان ليبر، وي بيبي وي تكمل جبنا خبزتينا باهي. اوكي توصي حاجة أخرى؟ باهي باي ياي. بلوس فيها زادا ان ليكتور ام بي 3 ومعاها 2 جيجا دو ميموار انترن. فما بيت كي يخرجوا يعملوا سبور الصباح يحبوا يسمعوا موسيقى، اما ماذا بيه يخرج خفيف وما يهزش معاه التليفون. دونك ينجم يصب الموسيقى نتاعو في الميموار انترن نتاع المونجيلا، ومن بعد يكونيكتي عليها دي زيكوتور بلوتوث ديريكتومون على المونجيلا، اي كوم سا ينجم يسمع الموسيقى نتاعو من المونجيلا ديريكتومون. نجرب نسمعكم ايشانتيون تاع موسيقى على البافل نتاع المونجيلا وبعد على التليفون باش تفهموا لا ديفيرونس. توا نتعداو لابليكاسيون. لابليكاسيون تلقاوها كالعادة في المنيو اسمها سانتي. الانترفاس نتاعها لي تري كومبليت وتعطيك دي زانفورماسيون على البارتي سانتي في الانجلي هذا. هوني الانجلي كي سوكوب دو سكي اكتيفيتي سبورتيف جي بي اس وفاز تي في كالكول. هوني لي بارامتر نتاع المونجيلا، ستاتيو نتاعها، نيفو دو شارج اكسيتيرا. هوني فما دي سو انجلي، واحد اسمه ميوزيك. هوني لا بارتي اللي نتلاهو بها بصبين الموسيقى ونشوفو واش فما في الميموار انترن نتاع المونجيلا. هوني لا بارتي دو بيرسوناليزاسيون،
اللي تخلينا نجم نبدلو الكادران بتاع المونجيلا. باش نوريكم ان بتيت اكزومبل، il suffit de sélectionner un cadran, ننزلو على mettre par défaut. Et voilà, ça s'applique quasi instantanément. بالنسبة للبراسلي نتاع المونجيلا تجينا دوريجين avec un bracelet en silicone, largeur نتاعو 42 mm وتنجم تنحيه بيديك très facilement. D'ailleurs, هاني باش نوريكم لي ميور براسلي اللي عندي واللي انا نستعمل فيهم ريغوليرمون. وكان عجبوكم لي براسلي هذوما تو نخلي لكم لي ليان نتاعهم في الديسكريبسيون. طيب قبل ما نكمل الفيديو خلنا نحكيكم الفيرديكت فينال نتاعي اللي هو لي بوين بوزيتيف اي لي بوين نيجاتيف. نبداو باللي بوين بوزيتيف. اول حاجه الكاليتي نتاع ليكرون، سي ان اكران اوليد ريزولوشن نتاعو 454x454 اللي هي ريزولوشن ستاندر الحالي في لي سمارت ووتش تري هوت جام، واللي هو ديجا يعطيك اون تنسيتي دو بيكسل يخليك تغزل المونجيلا ما تنجمش تشوف لي بيكسل، يعني نحكيو على كاليتي دافيشاج طياره على الاخر. دوزيام بوين فور نتاع المونجيلا لوتونومي، باستعمال عادي يعني ما تلعبش برشا سبور وجست تستعملها في النوتيفيكاسيون وباش تشوف بها الوقت اي انسي دو سويت، نجم تشدك جماعتين شارج فاسيلمون. اما هذا زاده سي ان بوين نيجاتيف دون لو سونس او اذا كانت اكتيفي توت لي فونكسيوناليتي نتاع المونجيلا وتستعمل بها الموسيقى وتستعمل بها لي زاكتيفيتي سبورتيف ريغوليرمون جونر كل يوم وتستعمل الجي بي اس ماكسيموم تشدك نهارين شارج. لو تخوازيام بوان اللي عجبني في المونجيلا هذي واللي هو ديتاي صغرون فينالمون اللي هو الشارجور. الاكثريه نتاع لي سمارت واتش اللي جربتهم قبل تلقى الكابل نتاع الشارجمون ملحوم ولا انتجري في الشارجور، سو كي في انه يسوفي تقرض لك الكابل ولا يفسد ولا تهلك الفيشه نتاعو ترسيلك تشري في شارجور جديد. اور في المونجيلا هذي شنو عملوا؟ عملوا شارجور فيه بورت يو بي سي، يعني تو سامبلومون فسد لك الكابل تنجم تستعمل اي كابل دو شارجمون عادي يو اس بي تيب سي نتاع تليفونك نتاع تليفون صاحبك اي انسي دو سويت. ينجم يكون ديتاي تافه اما سي ان بون بوان. بالنسبه لي بوان نيجاتيف كيما قلت لكم اول حاجه الاوتونومي اللي هي سلاح ذو حدين، اذا كنت تستعملها مود نورمال نجم تشدك جماعتين، كيما تكتيفي لي فونكسيوناليتي اللي فيها الكل تولي تشدك نهارين هكاهو. دوزيام بوان نيجاتيف اللي هو الكاليتي نتاع لي هوبارلور. بون جو ريكوني مونجيلا وفيها بافل صغرون على الاخر، دونك الاستعمال نتاع بافل في مونجيلا باش يكون جوست اتيتر دو ديباناج با بلوس. اما حبيت كوميم نقولو لو تخوازيام بوان نيجاتيف مالوغوزمون هو الشارجور. على قد ما عملوا دي زيفور وعملوا فيه بور يو اس بي تيب سي وليزيمون نتاعو يشدوا في المونجيلا بالكدا، جاو بلبسوها في الاخر وما عملوش غوم انتي ديرابون تحت الشارجور من اللوطا، سو كي في انه كي تحطو على الطاوله ماهوش ستابل برشا وحس تخشخيش نتاعو يقلق شويه، مي سينون ريان ميشون. هكا نكون وصلنا نهاية الفيديو نتاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وان شاء الله تكون فاتتكم برشا. ما تنساش باش تعمل لايك للفيديو وما تنساش باش تبارطاجيها مع صحابك وما تنساش زيادة باش تشترك في القناة. على بروشين.